أنا الدكتور فراس الحضري، عميد كلية الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات. تعد الكلية موطناً لعلم الحاسوب وعلم البرمجيات ونظم المعلومات وهندسة الاتصالات، والتي أدت إلى تغييرات جذرية في أغلب المجالات. تقدم الكلية 4 برامج بكالوريوس وبرنامجين للدراسات العليا لمواكبة كل ما هو جديد في هذا القطاع. ترتكز برامجنا على نموذج التعليم التطبيقي الألماني، والذي قد يتيح للطالب اكتساب سنتين خبرة عملية وهم على مقاعد الدراسة، وذلك من خلال برامج الدراسات الثنائية ومشاريع التخرج وفصل تدريب ألمانيا، وإتاحة الفرصة للحصول على شهادات مهنية من كبرى الشركات العالمية. تندرج تحت الكلية 3 أقسام، وهي قسم هندسة الحاسوب، قسم علوم الحاسوب، وقسم الهندسة الكهربائية. تؤهل برامجنا الطلبة أكاديمياً وعملياً وثقافياً، مما يجعل الشركات المحلية والعالمية تتهافت على تعيينهم حتى قبل تخرجهم. أبنائي طلبة الثانوية العامة، أدعوكم للانضمام لأسرتنا لنصنع الفارق معاً في عصر تكنولوجيا المعلومات.